انفجار غامض ومريب طال الحدود الإيرانية العراقية مساء يوم أمس، وهنالك الكثير من الشبهات حول ما جرى. العديد من المصادر هي التي تحدثت عن هذا الانفجار، مثل وكالة إيرنا وكذلك مهر نيوز وحتى كردستان ووتش. وهذا الانفجار جاء بهذه الطريقة، هو جاء من انفجار صهريج للوقود امتد إلى 15 صهريجا، لا بل وصل بحسب وكالة إيرنا إلى 20 صهريجا. اشتعلت النيران لمدة أكثر من ساعتين، قتل شخص عراقي بالإضافة إلى جرح آخرين، تقريبا 7 أو حتى أكثر من 7 أشخاص قد جرحوا جراء أو أصيبوا جراء هذه النيران التي اشتعلت بهذه الطريقة. الأضرار كانت كبيرة، نلاحظ بأن الصهاريج قد اشتعلت تماما ولم يبقى منها شيئا. وإذا ما ذهبنا إلى تفاصيل ما جرى بالضبط بصورة جوية بالقمر الصناعي، سنلاحظ بأننا أمام منطقة مهمة للغاية على مستوى المعابر بين إيران وبين العراق، ونتحدث هنا عن منطقة قصر شاهين في الداخل الإيراني. هذه هي قصر شاهين، والأمر يأتي باتجاه معبر برويز خان تحديدا، وهذا هو معبر برويز خان. والانفجار كله كان قد جاء في الجانب العراقي تحديدا، في موقف الانتظار للصهاريج النفطية أو صهاريج الوقود تحديدا. وكما تحدثنا بأن انفجر صهريج واحد وبعد ذلك اشتعلت الصهاريج الأخرى التي كانت قريبة منه، وبالتالي أصبحت النيران هائلة وكبيرة للغاية، وهذا أثار قلق ليس فقط الجانب العراقي وإنما الجانب الإيراني. ولذلك جاءت إيران بعمليات وفرق الإطفاء الخاصة بها لتدخل إلى الأراضي العراقية وتحاول عملية إخماد هذه الحرائق، بسبب أن هذه الحرائق من الممكن أن تمتد مباشرة إلى الداخل الإيراني من شدة هذا الانفجار الهائل. والبيانات الصحفية تحدثت بأن شخصا أو سائقا عراقيا هو قام بعملية اشتعال بالقرب من الصهريج، وهذا الأمر هو الذي أدى لهذا الانفجار. لا بيانات رسمية ولا شيء قادم لا من الجانب العراقي أو حتى الجانب الإيراني ليوضح تفاصيل ما جرى، وإنما اكتفت الوسائل أو وسائل الإعلام الإيرانية وبعض وسائل الإعلام الأخرى عن قضية بأنها غير مفتعلة وهو كان عبارة عن حادث. لكن المشكلة في هذه المسألة هو التوقيت، توقيت هذا الانفجار تحديدا هو الذي يثير الريبة، خاصة في هذه المنطقة تحديدا في منطقة قصر شيرين الذي نتحدث عنه، حيث قبل يومين تقريبا من هذا الانفجار الذي نتحدث عنه كان قائد أو القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي كان متواجدا في هذه المنطقة، وكان بالضبط متواجد عند معبر خسروي، وكان قد أطلق تصريحات وتهديدات باتجاه إسرائيل عندما سئل عن مسألة الانتقام لإسماعيل هنية، وقال ستسمعون أخبارا جيدة عن قريب في مسألة الانتقام لإسماعيل هنية. وها نحن أمام اشتعال النيران نتحدث عنها وعن هذا الانفجار الذي جاء في داخل الحدود العراقية، بالإضافة إلى ذلك إلى أن قصر شاهين في 11 من أغسطس كانت هنالك أصوات لانفجارات كبيرة للغاية. أتحدث عن شهر أغسطس الحالي تحديدا، كان هنالك أصوات للانفجارات كبيرة، والمواطنين كانوا قد شعروا بالقلق، وكانت هنالك مشكلة آنذاك في الأيام القليلة الماضية عن طبيعة لماذا هذه الانفجارات تأتي بهذا الشكل، خاصة وأن لم يكن هنالك أي إعلان لأي تدريبات أو تمارين أو غيرها في هذه المنطقة تحديدا. ولكن جاء الحرس الثوري الإيراني ليبرر ما جرى في هذه المنطقة بأنها كانت عبارة عن تدريبات. فعلا كانت هنالك تدريبات للحرس الثوري الإيراني، ولكنها لم تكن موجودة في هذه المنطقة، لذلك المدنيين لم يتوقعوا أن يجري أو فجأة تظهر المنظومات الدفاعية وتقوم بمثل هذه التمارين. وعادة التمارين المفاجئة الإيرانية للحرس الثوري الإيراني هي تثير الكثير من الريبة، بأن قد يكون هنالك أو قد تكون هنالك طائرات مسيرة تختبر طبيعة المنظومات الدفاعية قبل أن يكون هنالك أي هجوم من قبل الجانب الإسرائيلي الذي هو يهدد الآخر في القيام بضربات أيضا في الداخل الإيراني. كذلك أن هذه المنطقة التي نتحدث عنها هي ليست بالبعيدة أبدا من إحدى القواعد الصاروخية المهمة للغاية بالنسبة للجانب الإيراني، وهذه المنطقة التي نتحدث عنها هذه هي المنطقة التي شهدناها أو التي تحدثنا عنها هنا، وهي لا تبعد إلا مسافة ما يقارب 144 كيلو مترا فقط عن من؟ عن كرمنشاه تحديدا، عن قاعدة خطيرة للغاية هي تعتبر الأهم على الإطلاق بالنسبة للجانب الإيراني، وهذه القاعدة هي هناك.
كما تلاحظون قاعدة كرمنشاه هي تعتبر الأخطر على إسرائيل بالنسبة لمعهد دراسات ألما الذي أشار بأنها لا تقطع أو ليست بحاجة إلى قطع إلا مسافة 1185 كيلو مترا لكي تصل عبر الأجواء العراقية المتاحة لها والأجواء السورية المتاحة لها عبر مرتفعات الجولان لتصل إلى العمق الإسرائيلي تحديدا، مقارنة بقاعدة تبريز أو غيرها من القواعد أو حتى دسفول هي الأهم وهي الأخطر، وفعلا أثبتت خطورتها في شهر أبريل في عملية الوعد الصادق. بالتالي نحن نتحدث عن انفجار كان قريبا وتابعا أساسا لهذه المنطقة ألا وهي منطقة كرمنشاه. كذلك المعبر درويش خان الذي نتحدث عنه هو معبر سبق وأن كانت هنالك تقارير حوله بأن هنالك عمليات تهريب من الداخل العراقي إلى الداخل الإيراني أو العكس، وتحديدا في مسائل تهريب النفط والوقود. ومسألة النفط والوقود بالنسبة لإسرائيل أصبحت مهمة للغاية في الفترة الأخيرة، حيث أن يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي سابقا في الأسابيع القليلة الماضية أصدر أمرا بتصدير أو باحتجاز 18 ناقلة نفطية من ناقلات النفط، وكذلك رأينا كيف أن إسرائيل وجهت ضربات مباشرة على جماعة الحوثي وعلى البنى التحتية النفطية وميناء الحديدة تحديدا، مما أدى إلى دمار كبير وخسائر كبيرة على المستوى الاقتصادي لجماعة الحوثي. وهذا هو الذي جعل الجميع يرى بأن إيران إذا حاولت الانتقام من إسرائيل ومهاجمتها فإن البنى التحتية النفطية، الموانئ، ميناء بندر عباس وغيرها ستكون تحت النار تحديدا، وذلك بالنسبة لإسرائيل لأن هذه مسألة تستفيد منها إيران كثيرا. الصادرات النفطية عبر سفنها تحديدا هي تستفيد من الأموال القادمة والواردات القادمة من هذه الصادرات التي تعتبر هي عبارة عن تهريب للنفط، ورغم العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لكنها ليست مهتمة وتتحصل على الأموال منها، وهذه القضية هي التي تساعد إيران كثيرا في تطوير برنامجها النووي، برنامج الطائرات المسيرة أو حتى البرامج الصاروخية أو البرنامج الصاروخي الخاص بها والذي تعتبره أساسا إسرائيل. إسرائيل تعتبر المفاعل النووي وكذلك المسائل الصاروخية والطائرات المسيرة هي خطر بالنسبة لها، وبالتالي ما جرى هنا في هذه المنطقة التي نتحدث عنها هو مسألة مثيرة للغاية مع كل هذه التطورات الخاصة الإسرائيلية، خاصة وأن هذه الصهاريج النفطية التي تأتي عنها بعض التقارير إيران تستفيد منها تدخل إلى الداخل الإيراني، إيران تقوم بتشغيلها في الداخل مما يعطيها فرصة لبيع المزيد من النفط الخاص بها، يعني واردات مالية أكثر، يعني تطور أكثر للمفاعل والبرنامج النووي والبرنامج الصاروخي وبرنامج الطائرات المسيرة. بالتالي التوقيت هو مثير للغاية، ليس هنالك أي شيء رسمي يؤكد بأن إسرائيل كانت خلف هذه المسألة، وكذلك ليس هنالك بيان رسمي يؤكد بأنه حادث عرضي عدا بعض التفاصيل التي نشرت من مواقع صحفية وانتهت القصة إلى هذا الحد. والمشكلة أن إيران لا زالت مستمرة في رغبتها في الانتقام من إسرائيل، مما يشير إلى خطورة الموقف تحديدا في المنطقة بأكملها وعلى الطاقة بأكملها حتى بالنسبة للطاقة العراقية تحديدا والنفط العراقي. وهذا واضح جدا التهديد الإيراني من خلال تقييمات قادمة من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، كما نلاحظ اليوم أكدت بأن إيران من الممكن أن تهاجم ولا زالت مستمرة في رغبتها في الهجوم على إسرائيل. وأيضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال تشارلز براون الذي كان متواجدا أساسا في إسرائيل قال النظام الإيراني لا زال يدرس توجيه ضربة لإسرائيل. وأيضا رئيس هيئة الأركان المسلحة أو رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري قال الانتقام لمقتل إسماعيل هنية أمر مؤكد، وإيران أعلنت اليوم بشكل مثير أيضا عن تدريبات عسكرية جديدة أخطرت من خلالها كل الطائرات المدنية والطيارين المدنيين في داخل إيران بأن ستكون هنالك تدريبات عسكرية ستبدأ في الأول من سبتمبر، أي بعد أيام قليلة، وهذه دائما تثير الريبة مرة أخرى. أي مناورات عسكرية دائما تفتح الباب لإيران بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة بالاتجاه الذي تريده، إن كان باتجاه إسرائيل أو كان باتجاهات غير مباشرة مثل إقليم كردستان. وبحسب سكاي نيوز عربية أيضا جاءت تصريحات قادمة من مصدر عسكري إسرائيلي صرح بشكل مباشر لهم اليوم، قال بأن إسرائيل قادرة على توجيه ضربة استباقية في إيران أو سوريا أو لبنان أو اليمن، والأمر يتعلق فقط بالقرار السياسي، لكن من حيث القدرات فالجميع يعلم أننا قادرون. وبغض النظر إن كان هذا الانفجار
أو كانت خلف هذا الانفجار أي أطراف أو أي أيادي خارجية كإسرائيل، خاصة مثل هذه العمليات تشبه فيها الكثير أو تقوم في الكثير منها إسرائيل. على سبيل المثال لديها مثل هذه العمليات سابقا الغامضة التي لا تصرح عنها أو كان حادثا عرضيا. العراق واضح جدا هو يتأثر من كل هذه الأمور التي تتطور بهذه الطريقة، خاصة في الأيام القليلة الماضية كان هنالك استهدافا من قبل جماعة الحوثي لسفينة سو يونيون التي ترونها هنا، هي سفينة يونانية وتشغلها شركة يونانية أخرى وهي دلتا تانكرز، وهذه السفينة تحديدا استهدفها جماعة أو استهدفتها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، حيث بزورقين بسيطة جاءت مباشرة على هذه السفينة، اشتبكت مع الحراس الموجودين في هذه السفينة، وبعدها جماعة الحوثي أطلقت 3 صواريخ أصابت هذه السفينة مباشرة وعطلت المحرك الخاص بها، ولاحظ الأضرار التي طالت هذه السفينة، الأمر الذي جعل التحالف الموجود تحالف آسبيديز الموجود في هذه المنطقة أن يقوم بإخلاء 25 فردا من الطاقم الموجودين في هذه السفينة. جاء جماعة الحوثي لتسيطر على السفينة وزرعوا عبوة ناسفة بهذه السفينة، وبعدها ظهر الانفجار بهذه الطريقة كما ترون، واشتعل النفط الموجود بهذه السفينة، وقال جماعة الحوثي إنها استهدفتها بسبب إنها كانت متجهة لإسرائيل. لكن القصة مختلفة تماما، خاصة وأن التسجيل الخاص بهذه السفينة يوضح بأنها كانت قادمة من العراق، وأن النفط الذي كان موجودا هو من خام البصرة الثقيل، 1,000,000 برميل من النفط العراقي، من الخام العراقي، خام البصرة كانت تحمله هذه السفينة تحديدا، وهي كانت متجهة إلى اليونان كما تلاحظون، وكما نشرت سكاي نيوز أو حتى تحدثت وزارة الشحن اليونانية بشكل رسمي بأنها كانت متجهة لليونان، لم تكن متجهة لإسرائيل كما قالت جماعة الحوثي. وبمصدر خاص تحصلنا عليه هنا في برنامج رأس السطر وفي قناة التغيير الفضائية يؤكد معلومة النفط العراقي بأنه كان موجودا على متن هذه السفينة، وكذلك الواشنطن إنستيتيوت تحدثت عن نفس هذه المسألة لتؤكد هذه القضية والمشكلة في هذه المسألة، أن هذه السفينة كما نلاحظ توقفت، لم تغرق طبعا ولكنها اشتعلت بالكامل، والحكومة العراقية غير حاضرة في هذه المسألة، لم تضع ولا تصريحا واحدا حول طبيعة اشتعال النيران في ناقلة النفط للنفط العراقي وعدم وجود أي بيان من الجانب العراقي. هو يوضح بأن التأثير على النفط سيؤثر هذه المسألة وستؤثر على النفط العراقي، وطبعا تؤثر على تعامل العراق مع الشركات النفطية الأخرى على المستوى المستقبلي، وعدم صدور بيان يعني أن هنالك مشكلة كبيرة في إدارة هذه الأزمات، ولازلنا ننتظر إن كان سيصدر شيء من العراق، رغم مر تقريبا أسبوع على هذه الحادثة ولا شيء نهائيا من العراق.